دبي في الإمارات ينضم معنا الكاتب الإعلامي الإماراتي أو الإعلامي الإماراتي الأستاذ أحمد سالم. سيد أحمد، أهلا بك إلى هذه النشرة. الشيخ محمد بن زايد قال إنما يمنح زيارة خادم الحرمين الشريفين رمزية خاصة هو أنها تتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني. السؤال، ما الرسالة التي تبعثها هذه الزيارة، خصوصا أن البلدين يعيشان استقرارا وازدهارا في ظل يعني ما يعصف بباقي دول المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أي قارئ لهذه الزيارة سيسميها رسالة. الدلالات كثيرة وواضحة، لا يخفى على أحد أن المنطقة تمر بمنعطفات خطيرة ودقيقة وحساسة، والزيارة تأتي في هذا الوقت، ولا يخفى على أحد أهمية الزيارة ونحن على أعتاب انعقاد قمة خليجية في الأيام القادمة. والزيارة تأتي ونحن نحتفل في الإمارات بأعيادنا الوطنية، والزيارة تأتي في مستهل جولة خليجية، وشعب الإمارات وحكومة الإمارات الكل يقدر ويثمن هذه الزيارة الميمونة لدولة الإمارات من قائد عربي كبير يعتبره الإماراتيون الوالد والأخ الكبير لدولة الإمارات. ما يجمع الإمارات والسعودية الكثير والكثير، ولا نستطيع أن نحصي في عجالة كهذا. لكن الحقيقة هذه الزيارة لا شك أنها ستعزز هذه العلاقات المتينة والقواسم المشتركة بين الإمارات والسعودية. الكثير من القواسم المشتركة التي يمكن أن نبني عليها مستقبل هذه العلاقات ومستقبل المنطقة الخليجية والمنطقة العربية. الإمارات والسعودية ربما، وأنا قادم إلى الاستوديو الحقيقة متعت نظري ببرج خليفة وهو يحمل في هذه اللحظات علم السعودية وعلم الإمارات وعليه وسم كبير عزنا عزكم، وهذا تعبير الحقيقة عن المشاعر الحقيقية لشعب الإمارات نحو السعودية. امتحان الشدائد أيضا التي مرت فيه المنطقة، خاصة في اليمن، كشف عن المعدن الحقيقي لهذه العلاقات القوية التي تربط الدولتين. أستطيع أن أقول إن العلاقات بين الإمارات والسعودية هي علاقات سياسية ناضجة بين دولتين تجمعهم قواسم مشتركة كثيرة، ولعل أهم هذه القواسم من وجهة نظري هو أيضا الطموح. يجب علينا ونحن في الإمارات نؤمن بأن التحديات لا يجب فقط أن تقودنا إلى العمل المشترك، لأن التحديات هي مجرد ردود أفعال، وإنما ما يجمع السعودية والإمارات هو الطموح، وهو حق إنساني. العالم الذي يحترم نفسه الآن هو العالم الذي يسعى إلى تطوير المجتمع وبناء الدولة وتقديم نموذج يحتذى في العالم. السعودية أعلنت منذ فترة خطتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة والشهيرة 2030، وهي خطة طموحة الحقيقة. والإمارات لا يخفى على أحد عملها الدؤوب لأن تكون دولة أنموذج على المستوى ليس الإقليمي فقط، وإنما على المستوى العالمي. هذا الطموح بين الدولتين وإصرار هاتين الدولتين على أن تكونان في المكان اللائق بهما يدفعهما للعمل المشترك والتنسيق المشترك لاستثمار الطاقات واستغلال الإمكانيات المشتركة وتبادل الخبرات لما فيه خير البلدين والشعبين والمنطقة. نعم، بحديثك عن امتحان الشدائد والذي أثبت أن البلدين يعني أو أثبت حالة التكاتف والتعاضد بين البلدين، ولا شك أن البلدين معا في الفرح والأزمات التي تمر أو مرت بالمنطقة، يعني إلى أي حد ستسهم برأيك هذه الزيارة في
بلورت مواقف سعودية إماراتية فيما يتعلق بقضايا المنطقة والأمن الخليجي تحديدا، خصوصا أنها تسبق القمة الخليجية في البحرين. استمعت إلى جزء من السؤال، لكن الحقيقة يعني الجانب الأمني، الجانب الأمني هو جانب هام جدا في هذه الظروف الحساسة التي تمر فيها المنطقة. الأيام الماضية أو الأشهر الماضية أثبتت مدى فعالية التنسيق الخليجي لتحصين هذا البناء الكبير، تحصين البيت الخليجي من الأخطار المحدقة والمحيطة بالمنطقة ومن المتربصين بأمن الخليج واستقرار الخليج ومستقبل الخليج. ما حدث من تعاون أمني كشف الكثير من شبكات التجسس ومن الخيوط التي تحاول أن تعبث بأمن المنطقة. ثم الجانب العسكري جاء أيضا ليكون تتويج لهذا العمل، سواء كان من خلال ما حدث في البحرين وآخرها التمرين المشترك، وأيضا عملية عاصفة الحزم التي أدخلت البلدين في قمة التعاطي الأخوي. وأنا أعتبر أنه ما حدث في اليمن هو خارج إطار العلاقات الثنائية وحسابات السياسة وغيرها، هو شيء مبدئي ورجولي ومصيري، لأن الإمارات والسعودية عملتا ليس من أجل المصلحة المشتركة أو المصلحة الثنائية أو المصلحة الذاتية، وإنما عملتا من أجل تحصين الوطن العربي وردع العابثين من تحويل اليمن إلى خاصرة رخوة لهذا الوطن العربي، واستغلال المنطقة لزرع التوترات وتحبيط أو تثبيط أو منع هذه الدول من السير إلى الأمام في تحقيق نموها واقتصادها. نعم، شكرا لك الأستاذ أحمد سالم الإعلامي الإماراتي، حدثتنا من أبوظبي.